عمل بهذا الفيديو شرح سريع للإمباكت، درس الإمباكت. الإمباكت طبعا إحنا مش داخل معنا الإمباكت المايل، فإحنا بناخذ الإمباكت العادي اللي هو أوبليك إمباكت، مش داخل. الإمباكت هو عبارة عن قانونين، يعني ولا بنغير فيهم إشي. خلص معروف، لو عندي جسم كتلته إيه وسرعته إيه اللي هو زخم، يعني لينير مومنتم، هذا تطبيق لقوانين شابتر 14 فعليا. بعدين وعندي جسم ثاني ام بي في بي، زي ما نقول هذول كل واحد بجسم، لو هذول الجسمين خبطوا ببعض راح يصير لكل واحد سرعة جديدة، هاد ام بي في بي فتحة. طيب انا بالسؤال مثلا بكون معطيني هاي وهاي وبطلب هذول الثنتين مثلا، طب هذول الثنتين وين تجيبهم الاثنين مجاهيل؟ فأنا في عندي راح يصير قانون ثاني، في عندي قانون لمعامل اسمه معامل restitution coefficient of restitution، بكون قانونه السرعة الثانية ناقص السرعة الأولى طبعا بعد التصادم على عكس، يعني VA ناقص VB بدون فتحات. طيب عندي زي هيك، هذول معادلتين بحلوا لي هاي، ما هاد واحد وهاد واحد، بكون المطيات مطلوبات هاي المطلوبات. طيب كيف احل؟ بس لو حكى لي if the collision perfectly elastic مثلا، elastic بتكون اي تساوي واحد، elastic حرف الاي يعني elastic، شو بنعمل؟ نحط واحد تساوي في بي فتحة ناقص في اي فتحة على في اي ناقص في بي. طيب معناته في بي فتحة ناقص في اي فتحة تساوي في اي ناقص في بي، بكون في اي معك وفي بي معك، تخلي في بي فتحة مثلا بدل عدد في اي فتحة، زائد 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 ناقص، خلص يعني كملهم. بصير بعدين بتحطها بالمعادلة الأصلية بيطلع معك المجهول بيطلع السرعة الثانية. في نوع ثاني من التصادم نوعه بيرفكتلي بلاستيك، بلاستيك البلاستيك يعني اي تساوي زيرو، ما فيش حرف الاي يعني اي تساوي زيرو. شو بتعمل؟ بتصير هاي زيرو، اذا في بي فتحة تساوي في اي فتحة، يعني السرعة يعني صاروا جسم واحد لهم سرعة واحدة. فشو بصير القانون اللي فوق عندي؟ ام اي في اي زائد ام بي في بي تساوي الجسمين سوا، اخذ الفي فتحة عامل مشترك زائد ام بي في في فتحة للجوز كاملين، هي بتوجد سرعتهم بعد التصادم، السرعة هاي راح تكون سرعة هاي وتساوي سرعة هاي. يعني لو حكالي وجد سرعة السيارة بي بعد التصادم كان بلاستيك، طيب راح تحكي مثلا معي شيء؟ لا خلص بي نفسها، يعني قال لي وجد سرعة A و B وحكى لي بلاستيك، لازم سرعة A تساوي سرعة B، تطلع معك من هاي. فهذا قانونين بس، هذا حكى لي إذا كوفيشنت أوف ريستيتيوشن مثلا النص، بتعوضه النص وبتحل على هاي الحالة، بس بدل ما تكون هاي واحد بتكون مضروب بنص، بتكون مضروب بنص مثلا زي هيك. بس يعني هاي فكرة الأمبليك، الأمبليك إمباكت كثير سهل، قصد الامباكت العادي كثير سهل، وروح اي سؤال في سيارات راح تحله عليه. يعني في عندك مثلا تطبيق عليه سؤال بالريفيو بروبلم شابتر 13، في عندي ثلاث سيارات خابطين بعض، حكالي السيارتين هذول، حكالي السيارتين هذول بلاستيك، بعدين حكالي التصادم اللي ناتج عنهم الاستيك، فبتشتغل كل جسم لحال. في 14.1 برضو مثال تطبيق عليه، حل يعني 14.1 وحل الإلاستيك والبلاستيك هذول الاثنين، هذا بالريفيو، وهذا ب 14.1 بكون وضعك تمام بالإمباكت كامل.